إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه، وإذا أردت مزيدا من الأجر فأرسل هذا المقطع لمن تحب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. فوق السهول وبالجبال وبالقرى.